بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحسين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانة. قال الشارح: أبو ريحانة من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو الحسين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثوب ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة، وذكر رجال السند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث يشتمل على عدة أمور منهي عنها، والشاهد منه أنه نهى عن الحرير في أسفل الثوب لئلا يتشبه المسلم بغير المسلمين. ولكننا نأتي على الحديث فقرة فقرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر. نهى عن الوشر، والوشر المراد به وشر الأسنان لأجل، وهو ما يسمى بالتفلج للزينة، فلا يجوز أن يعبث بالأسنان وأن يجعل بينها فتحات بالميشار لأجل الزينة. وأما إذا احتاج الأمر إلى علاج بأن تكون الأسنان غير مستقيمة أو فيها خلل فتعالج لأجل أن تستقيم فلا مانع. فإذا كان هذا من باب التزين فهو حرام، إذا كان من باب العلاج فلا بأس به. نعم. والوشم، والوشم هو أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة أو يبضع الجلد بمبضع حتى يخرج الدم، ثم يذر فيه من مادة سوداء كالكحل ونحوه حتى يبقى وشما رسما على جسمه. وهذا من أمور الجاهلية، لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات للحسن. نعم. والنتف، نعم، النتف يراد به ما يمنع أخذه من النتف، ما يمنع أخذه من الشعور، كنتف الشيب مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب ونتف شيء من اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفيرها
ونتف المرأة لحواجبها وهو ما يسمى بالنمص. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. نعم. صبغ شعر الحواجب يدخل في شعر صبغ الرأس بالهنة. تغيير يدخل في تغيير خلق الله. لا تصبغ الحواجب وإنما تترك على خلقتها ولا يتعرض لها. والصبغ هذا يسمى بالتشقير. نعم. يسمى بالتشقير، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بتحريمه لأنه تغيير لخلق الله. نعم. إذن هذا يدخل في عمليات التجميل، تخصص لها عيادات وإعلانات. التجميل على نوعين، تجميل من باب العلاج، إزالة شين أو تشويه هذا لا بأس به، أما الشيء المعتدل والشيء الذي ليس فيه عيب ثم يعبث به من باب يسمونه التجميل فهذا في الحقيقة من تغيير خلق الله وهو من التشويه وليس من التجميل. نعم. لكنه محرم. نعم، إذا كان ليس من باب العلاج فهو محرم لأنه من تغيير خلق الله بغير مبرر شرعي. نعم. السلام عليكم. قال: وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. المكامعة المراد بها تجرد من الملابس، أن يتجرد الرجل الرجلان من ملابسهما ويكون تحت غطاء واحد، أو المرأتين تحت غطاء واحد. والشعار معناه ما يكون على الجلد من الستر ومن الثوب. نعم. ويجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم. هذا هو محل الشاهد، وهو أن يجعل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم. وسيبين الشيخ رحمه الله في قريبا أن اليسير من الحرير رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم علما في الثوب، لكن المنهي عنه أن يكون على شكل ما تفعله الأعاجم. أما إذا كان على غير شكل ما تفعله الأعاجم كالطراز في الثوب في الجيب أو في الأكمام فهذا لا بأس، أو في البشت هذا لا بأس به في حدود 4 أصابع فأقل. نعم. أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم. نعم، إما أن يجعل الحرير في أسفل الثوب وإما أن يجعله في أعلاه على كتفيه، المهم أن يكون ذلك على صفة ما يفعله الأعاجم. نعم. وعن النهبة. عن النهبة في والنهبة أن ينثر مال مثلا، ويقال من شاء أن ينتهب، فهذا من باب العبث وإضاعة المال. نعم. وركوب النمور. ركوب النمور يعني جلود النمور، يعني نهي عن جلود السباع وافتراشها واستعمالها. نعم. ولبوس الخاتم. لبوس الخاتم المراد به الخاتم من الذهب، وأما الخاتم من الفضة. نعم. والخاتم من غير الفضة مما ليس بذهب وليس فيه ذهب فلا مانع من ذلك، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم. قال: إلا لذي سلطان. ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. إلا لذي سلطان المراد بذلك ما ينقش على الخاتم من الكتابة الرسمية لئلا يغرر بالناس ويشبه عليهم أن هذا ختم السلطان. نعم. قوله الشيخ: ركوب النمور، أحيانا بعض الأحذية فيها جلود حيوانات ليست من السباع، أرانب، قطط. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبغ فلا بأس كما سبق. نعم. قال: وفي رواية عن أبي ريحانة، وذكر الحديث. نعم. قال: وكل منهم يعني طريق آخر للحديث. نعم. ما يقويه. نعم. وكل منهم ثقة، وعياش بن عباس روى له مسلم، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وأما أبو الحسين الهيثم بن شفي قال الدارقطني شفي بفتح الشين وتخفيف الياء، وأكثر محدثين يقولون شفي وهو غلط، وأبو عامر الحجري، فشيخان قد روى عن كل واحد منهما أكثر من واحد وهما من الشيوخ القدماء. وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء من جهة أن يسير الحديث
أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة، ويتوجه تحريمه على هذا الأصل، وهو أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه أو على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، فيكون المنهي عنه نوعا كان شعارا للأعاجم فنهى عنه لذلك لا لكونه حريرا، فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريرا لعم الثوب كله ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه مثل الأعاجم. هذا الكلام من الشيخ فيه مسألة، المسألة الأولى توثيق سند الحديث، نعم، والمسألة الثانية في بيان معناه، وهو الجواب عن الإشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم من الحرير مقدار 4 أصابع فأقل، وهنا نهى عنه واعتبره من تشبه بالأعاجم، قد نهينا عن التشبه بالأعاجم. الشيخ يوجه هذا بأن المراد استعمال الحرير على شكل يتخذه الأعاجم خاصا بهم، وأما ما خالف فيه الأعاجم فلا بأس به في حدود ما رخص فيه صلى الله عليه وسلم من العلم في الثوب. نعم. الترخيص في قليل الحرير قد يؤخذ منه ما يقول بعض الناس بالترخيص في قليل الربا؟ لا، هذا الشيء وهذا الشيء، الربا لا يباح منه لا قليل ولا كثير، أما الحرير، الحرير أبيح للنساء وأبيح للرجال عند الحاجة، أما الربا فلم يباح في حال من الأحوال. نعم. قال رحمه الله: والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه، وعلى هذا يمكن تخريج ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. نعم، فهذا يوضح أن المراد بالحرير في أسفل الثوب وعلى الكتفين أنه المراد على صفة ما تتخذه الأعاجم، لأننا نهينا عن التشبه بهم، وعليه فيكون قوله في أسفل الثوب تقييد وليس هو وصفا فرديا، وإنما هو تقييد للنهي، يعني فينهى عن يسير الحرير، ينهى عن الحرير اليسير إذا كان في أسفل الثوب على شكل ما تتخذه ولا عاجم. نعم. قال في تمام الحديث: فأومأ الحسن الراوي إلى جيب قميصه قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد: أراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت، أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. نعم، هذه مسألة استطرادية، وهي استعمال الطيب للرجال والنساء. استعمال الطيب للرجال هذا مستحب، وهو من الآداب الشرعية، وكذلك النساء تستعمله في بيتها وعند زوجها لأنها بحاجة إلى ذلك، أما إذا أرادت الخروج من بيتها فإنها تنهى عن التطيب لما في ذلك من الفتنة، فتطيب المرأة يكون في حالة وجودها مع زوجها أو في بيتها إذا لم يكن فيه فتنة، أما عند الخروج فإنها تمنع من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات، يعني ليس فيهن زينة ولا طيب، إنما تخرج بثياب لا تلفت النظر لا بشكلها ولا برائحتها، بل تكون ثيابا ساترة ليس فيها زينة ولا طيب، هذا هو المقصود. نعم. وإن قيل تطيب إذا خرجت ولا يشمه منها إلا نساء،
لا يجوز هذا عند الخروج، ما يجوز لها أن تتطيب. وقد جاء الحديث أنها إذا تطيبت واستشرفها الرجال فهي زانية، بمعنى أن هذا نوع من الزنا، لأن المراد بالزنا الزنا الغليظ القبيح، وإنما هو نوع من الزنا، لأن كما في الحديث العين تزني وزناها النظر واليد تزني والرجل والأعضاء تزني، كل واحد كتب عليه نصيبه حظه من الزنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعلى كل حال ما دام أنه نوع من الزنا فهو حرام. نعم. التطيب في الرجل والمرأة هل له صلة بكونه متزوجا أو غير متزوج؟ لا، مطلوب من الرجل أن يطيب رائحته، لأنه سيذهب إلى المساجد ويغشى المجالس، والرجل مطلوب منه التطيب والتنظف، والمرأة مطلوب منها ذلك لكن في حدود بيتها وعند زوجها. نعم. قال رحمه الله: أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول لكن في ذلك نظر. إذا يحمل على الكراهة التنزيه جمعا بين الأحاديث في مسألة الحرير في أسفل الثوب أنه محمول على الكراهة، كراهة التنزيه، وكذلك في طيب المرأة عند الخروج يحمل على التنزيه، ولكن الصواب أنه للتحريم وليس للتنزيه. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا نوع آخر من أنواع التشبه، وهو التشبه في آلة الذكاة، لأنه يشترط في الحيوان المأكول الذكاة، فكلوا مما ذكر إلا ما ذكيتم. نعم. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، كلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالذكاة لها شروط، أحدها أن يكون الذابح من أهل الزكاة، بأن يكون مسلما أو ذميا. الثاني الآلة، أن تكون آلة حادة لها مور في البدن تنهر الدم، لا تكون آلة مثقلة أو آلة ثالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالآلة شرط من شروط صحة الزكاة، فلو ذكي بغير آلة كالضرب والخنق، لهذا قال: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال: إلا ما ذكيتم، فدل على أن ما مات بغير زكاة وهو مما يشترط له لحله الزكاة أنه لا يحل وأنه ميت. وكذلك من شروط صحة الزكاة ذكر اسم الله، ذكر بسم الله. اسم الله عليه. والشرط الرابع أن تكون الزكاة في محل الزكاة، وذلك بقطع المري والحلقوم وأحد الوديجين أو قطع الأربعة كلها، الوديجان والمري والحلقوم، أو قطع ثلاثة من الأربعة هذه هي شروط الزكاة، الذي يعنينا منها هو الآلة، فيشترط أن تكون آلة حادة من أي مادة كان، من حديد أو من قصب أو من خشب أو من حجر، تقتل بشقها للجلد وإنهارها للدم،
ولا يستثنى من ذلك إلا هذا إلا هذان المذكوران في هذا الحديث، السن والظهر. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وسأحدثكم عن ذلك، يعني سأبين لكم وجه المنع من السن والظهر في الزكاة. قال السن فعظم، فدل على أنه لا يحل الزكاة بالعظام بجميع أنواعها، وليس قاصرا هذا على السن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل المنع من الزكاة بالسن لكونه عظما، فيشمل هذا جميع العظام، فلا يجوز التذكية بالعظم ولو كان حادا، ولو كان يقطع الجلد والأوداج لا تجوز الزكاة بالعظم حال من الأحوال. والثانية الظهر، ظهر الإنسان وظهر الحيوان، وإن كان حادا وإن كان يقطع الجلد فلا تحل الزكاة به، فيعم جميع الأظفار لا يزكى بها. والعلة في ذلك أنها مدى الحبشة، هذا وجه الشاهد من الحديث، والحبشة كفار نصارى، نحن منهيون عن التشبه بهم والزكاة بآلتهم ومداهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر معللا بأنها مدى الحبشة، كما علل السن بأنه عظم. نعم. قال: وقد اختلف الفقهاء في هذا، فذهب أهل الرأي إلى أن علة النهي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق، أو هو مظنة الخنق، والمنخنقة محرمة، وسوغوا على هذا الذبح بالسن والظفر المنزوعين، لأن التذكية بالآلات المنفصلة المحددة لا خنق فيه، والجمهور منعوا من ذلك مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى السن والظفر مما أنهر الدم، فعلم أنه من المحدد الذي لا يجوز تذكية به، ولو كان لكونه خنقا لم يستثنه. هذا الخلاف في حكم الزكاة بالسن والظهر إذا كان حادين، فأصحاب الرأي وهم الذين يقولون بالقياس من الحنفية وغيرهم أباحوا ذلك إذا كان منفصلا، إذا كان العظم منفصلا والظهر منفصلا، أباح الزكاة به إذا كان حادا لحصول المقصود وهو إنهار الدم، فيحصل به. وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن العظم والسن المتصلين، أما المنفصلان فيجوز الزكاة بهما. أما الجمهور فإنهم أخذوا بعموم الحديث وقالوا العلة ليست هي الخنق كما يقول أصحاب الرأي، وإنما العلة ما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم من كون السن عظما، ومن كون الظفر مدى الحبشة، ونحن منهيون عن التشبه بهم. نعم. قال: والمظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة، فأما مع ظهورها وانضباطها فلا. العلة قد تكون منصوصة، وهنا العلة منصوصة. نعم. وقد تكون مستنبطة، والمستنبطة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، وقد لا تعلم العلة فيكون الحكم تعبديا كما ذكر الأصوليون. نعم. قال: وأيضا فإنه مخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص في الحديث، يعني تعليل أصحاب الرأي مخالف لتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قالوا العلة الخنق، والرسول صلى الله عليه وسلم علل بغير ذلك. لا شك أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وهو الحق. نعم. وأنه لا اجتهاد مع النص. نعم. قال: ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة، على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. وعلى الأقوال الثلاثة ثم تحدث. نعم. قال: على الأقوال الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله سأحدثكم عن ذلك، يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع،
إما يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها. والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهاتهم فيما يختصون به. هذا هو الظاهر، أنه نهى عن التذكية للظهر لأنه مدى الحبشة، ونحن منهيون عن التشبه بهم لكونهم كفارا. نعم. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس. وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. نعم. وأما العظم فلعل العلة فيه أو المنع، لعل المنع منه من أجل أنه طعام إخواننا من الجن، كما جاء في الحديث الآخر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء، نهى عن الاستجمار بالروث والعظم. نعم. وقال إن الروث طعام لدوابهم والعظم طعام لهم. نعم. فنحن نهينا وهم إخواننا من مؤمن الجن، نهينا عن أن نفسد عليهم طعامهم وطعام دوابهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.